أهلا بكم. من بين مئات المشاركين في فعاليات ستارت أب ويكند جازان والتي نظمتها مؤسسة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ممثلة في برنامج بادر، سجلت ثلاث فرق أسماءها كفائزين بالبطاقات الثلاث الأولى للمسابقة التي جاءت حافلة بالعديد من الأفكار الإبداعية. اعتادت بعض المنصات مؤخرا على تنفيذ برامج في سباقات متنوعة بين فنية ومسرحية وكوميدية وأخرى رياضية، وأصبح الأمر اعتياديا إلى حد كبير. الأمر الذي يعتبر مميزا هو أن تحاكيها وتطور الفكرة، وهو ما عملت عليه مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ممثلة في برنامج بادر لحاضنات التقنية المتمثل في فعالية ستارت اب ويكند والذي كان مؤخرا في جازان. ستارت اب ويكند كما تعلمون هو احد البرامج التي تدعمها وتقوم عليها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وحاضنة بادر. ستارت اب ويكند يهدف الى تحفيز الشباب لاستثمار الوقت وليس لقتل الوقت. فعالية ركزت في ظاهرها على محاكاة البرامج العالمية وفي مضمونها على استنطاق العقول وطرح الافكار على منصة واحدة تجاوزت 400 فكرة. ميز جازان حقيقة عدد الأفكار كان كثير، 488 فكرة اللي ترشح للنهائيات، 15 فكرة. وأنا أحب أقول للأفكار هذه إنه ما هو شرط إنه فعلًا 15 فكرة هذه الثلاث الأوائل هم اللي يتميزون، بالعكس في النسخة الثالثة الآن في مشروع اسمه فيلت في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن كان من ضمن 15 مشروع اللي تأهلت. 54 ساعة قضاها المشاركون والمشاركات بين عصف ذهني وتخطيط واستشارة وإعداد وتصميم لأفكارهم، إلى أن توصل الجميع في ختام الحدث واتفق على 3 فائزين. كانت بداية مخططات من 1 to 1 steps، لأن الحمد لله ما انتهينا بحاجة جدا احنا فخورين ان احنا سوينا شيء زي كده، بيعكس ثقافتنا، بيعكس حضارتنا، بيعكسنا احنا حتى كأفراد من منطقة جازان. اشتغلنا على الفكرة لمدة 3 أيام بشكل متعب جدا، لكن الحمد لله ثمرت التعب ذا بانت. 3 أيام عمل متواصل، مجهودات جبارة من الفريق، تخطيط، تنظيم، فكرة، يعني نناقش الأفكار، نناقش تطوير الفكرة، فالحمد لله. وبعد هذا التتويج أصدر الستار عن النسخة الخامسة من برنامج ستارت اب ويكند والذي أطلقته مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. أكثر من 400 مشارك كلهم قدموا إبداعاتهم على خشبة هذا المسرح، فازت منهم الثلاث الفرق التي تشاهدونها الآن، وليسوا هم الوحيدين الذين أبدعوا وإنما هم أفضل من شارك بأفكارهم التقنية في برنامج ستارت اب ويكند جازان. علي معتبي للأخبار جازان. ومن جازان.